السلام عليكم، معكم اليوم الكاستم جيمر في فيديو جديد. منذ بداية صدور ماينكرافت ويتبهرون بالتحديثات الجديدة، خصوصا تحديثات المحيط والنذر وغيرها من التحديثات الشاملة. وفي احد لايفات ماينكرافت الحديثة ذكرت لنا ان تحديثا جديدا سيكون على الابواب، وفي هذا الفيديو سنذكر بعض الاشياء التي تخص هذا التحديث الجديد. فاذا كنت اول مرة تسمع صوتي البشع يعني، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كذلك شارك الفيديو مع اصدقائك وشكرا. اسم التحديث سيكون ماينكرافت The Caves and Cliffs، اي تحديث الكهوف والانجرافات، بطبيعة الحال هذه ترجمة جوجل. سيكون رقم التحديث 1.17 اي 1.17، وسيصدر في صيف 2021. الإضافات التي ستكون في هذا التحديث عديدة، ومنها تحسين رسمات الكهوف، حيتحسن الكهوف بشكل أعطوه شكل جد 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 رائع، يحفزك هذا أيضا على استكشاف الكهوف كثيرا. وأيضا أضافوا نوعا جديدا من الكهوف ليش كيفز، أي الكهوف الخضراء، حيث ستكون بها حياة نباتية، يعني ستكون أشجار ونباتات تحت الكهوف في الكهوف يعني. وأيضا سيضاف نوع آخر من الكهوف والذي يسمى جيبستون كيف، اي كوف الصواعد والهوابط او المتدليات. صراحة حسبوا جوجل، انا فقط ترجمتها من جوجل. في هذه الاشياء صراحة لا اعرف اسمها، وحس اني ساعود لدراسة علوم الجيولوجيا بعد هذا الفيديو. المهم كانت هذه التغيرات التي طرأت على الكوف، وصراحة كان هذا الشيء رائع جدا. والان سننتقل الى الاضافات الاخرى، موبات، اشياء جديدة انضافت في ماينكرافت. اول اضافة وهي النحاس، والذي يمكنك بناء سقف بيتك بها مثلا. والمثير في الامر انه مع مرور الوقت يتصدع ويتحول لونه الى الاخضر او الازرق الفاتح. وايضا يمكنك صنع شيء اخر بالنحاس، وهي مانعة الصواعق. مانعة الصواعق هي شكلها هكذا، والاجمل في الامر انك يمكنك صنع بها كريبر كهربائي مثلا، النوع النادر من الكريبر. كذلك سينضاف موب جديد الى ماينكرافت ستجده في الكهوف، في اعماق الكهوف. والمهم هذا الموب يسمى واردن، اي الحارس. صراحة شكله مخيف جدا، يخيف كثيرا. وايضا قوته لا تستهان به حقا، حيث ضربة واحدة فقط من نص الـ HP الخاص بك يضيع جيش من الزومبي هذا. وسيضيفون ايضا هذا الماعز في الاماكن الجليدية، اي الجبال مثلا، الجبال التي تعطل فيها الثلوج. وهنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. بطبيعة الحال سيكون هناك جزء ثاني عن هذه الاضافات، لان الاضافات التي ذكرتها ليست مكتملة كما ذكرهما. فلا تنسوا مشاركة الفيديو مع اصدقائكم والضغط على سبسكرايب ولايك ان شاء الله لكي تحفزوني على وضع جزء ثاني عن هذه الاضافات. وشكرا لكم، والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله.